بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، أحينا على سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفنا على ملته، وخلقنا بأخلاقه الكريمة الشريفة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا محبته على الوجه الذي يرضيك عنا حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا والناس أجمعين. اللهم شفعه فينا، اللهم ارزقنا رؤيته وصحبته في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة قبل الجنة، وفي الجنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن وأحبابنا وأولادنا وذريتنا ووالدينا ومشايخنا ومن لهم حق علينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية. وكنا بدأنا في آخر الجلسة الماضية في زكاة الزروع، وقلنا فصل: ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق. خمسة أوسق ده النصاب، والزروع اللي هو ما يقتات ويدخر زي القمح والأرز والذرة والشعير والعدس والبلاد اللي فيها حمص، يعني أي حاجة تقتات تدخر يبقى فيها زكاة زروع، زي اللوبيا أم عين بيضة وأم عين سودة، الفاصوليا والحاجات اللي البازلاء ساعات تقتات وتدخر برضه تقعد سنوات، كل ده ممكن يبقى فيه زكاة الزروع. كل ما يقتات ويدخر ده في الزروع. وفي الثمار ما فيش الا حاجتين بس اللي فيهم زكاة، اللي هو التمر والزبيب. التمر وثمر النخل عندما يتتمر لانه يقتات برضه ويدخر، وثمر العنب عندما يتزبب لانه الزبيب يقتات ويدخر. إذا بلغ عند حصاده نصاب خمسة أوسق، يعني حوالي خمسة أرادب باللغة بتاعتنا دلوقتي، والأرادب 12 كيلة تقريبا، يعني 60 كيلة بلغة الفلاحين، علشان الفلاحين بيبقى عنده كيلة بيعرف يوزن بيكيل بيها، أو بالوزن المعتاد بتاعنا الوسق حوالي 150 كيلو الوسق، يبقى حوالي 750 كيلو. ده بعد ما يجف وبعد ما تشيل منه التبن اذا كان قمح وتزريه وكل حاجة، بعد ما يبقى جاهز للتخزين. فقال ايه: ونصاب الزروع والثمار خمسة اوسق من الوسق مصدر، بمعنى الجمع، لان الوسق يجمع الصيعان، الوسق والوسق بكسر الواو وفتحها تنفع، والليل وما وسق، يعني وما جمع في القرآن كده. وهي أي الخمسة أوسق 1600 رطل بالعراقي، وفي بعض النسخ بالبغدادي، وما زاد فبحسابه، ورطل بغداد عند النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم. كويس، احنا وقفنا هند هنا. دي الحساب بإيه؟ أيام الشيخ البيجوري كان بيحسبها بالطريقة دي من 200 سنة وشوية، لكن الوقت الحساب بقى بالكيلو جرام فبقى أسهل. وفيها أن الزروع والثمار، إحنا كنا واقفين عند هنا، وفيها أن أي الزروع والثمار، يبقى النصاب عرفناه، طب أطلع قد إيه منه؟ القدر المخرج، يبقى النصاب خمسة أوسق، طب والقدر المخرج؟ أدي معنى وفيها. وفيها أي الزروع والثمار إن سقيت بماء السماء وهو المطر ونحوه كالثلج، أو السيح وهو الماء الجاري على الأرض بسبب سد نهر، فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها، فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها العشر. يعني لو سقيت بغير مؤنة، لو سقيت بغير مؤنة، يا إما ماء مطر أو إيه أو النهر نفسه،
بيرتفع ويغمرها، يسموه بالغمر، يعني ما جبتش حد يسقيها ولا اتكلفت حاجه، يبقى هنا هدفع العشر والعشر. طيب وان سيقت بدولاب بضم الدال وفتحها، اي ما يديره الحيوان زي الساقيه يعني، والوقت الموتور بيطلعوا بيه ويكلفوا الموتور صيانه ويجيب له سولار، والسولار غالي وهكذا، ويجيب له عامل يقف جنب الموتور، كل ده بيكلفه برضه. يبقى ايه؟ وان سيقت بدولاب بضم الدال وفتحها ما يديره الحيوان او الانسان او بنفسه، او سيقت بنضح من نهر او بئر. نضح يعني ايه؟ احول كده بالجرادل واجمع في براميل واشيلها على الحيوان واروح ارميها، يبقى برضو كلفتني. وان سيقت بدولاب بضم الدال وفتحها ما يدير الحيوان، او سيقت بنطح من نهر او بئر بحيوان كبعير او بقرة، نصف العشر. يبقى يقل هنا بقى نصف العشر ليه؟ علشان الاول العشر عشان ما عنديش تكاليف، نصف العشر لو مش مكلف كويس، لو مكلفاني نصف العشر. وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلا سواء ثلاثة أرباع العشر. طب افرض ان انا الارض بتاعتي نصف مدة الزراعة المطر نزل الحمد لله وسقاها كويس، وجاد نص التاني المطر اتأخر فاضطريت علشان الزرع ما يجفش عندي اسقيها على حساب، اجيب موتور، اجيب ساقية، اجيب ناضح، يعني كان بعير زمان الجمل اللي بينقل المية يسموه ناضح، واتكلفت. في الحالة دي يبقى انا عندي النصف الاول اطلع عشره كويس، والنص الثاني اطلع نصف عشره يعني الربع، يعني الربع من الكل. يبقى عندي الربع هنا وعندي النص من النص، يبقى الثلاث ارباع، يبقى اطلع ثلاث ارباع. فهمت الحسبه جت ازاي؟ يبقى اطلع الثلاث ارباع، لان انا عندي النص الاولاني هطلع منه نص عشره لان ده نص، مش كده برضه؟ وعندي النص الثاني اللي سقيته بالتكاليف كان المفروض هطلع منه نصف العشر، نصف العشر من النصف يبقى الربع، ربع زائد نص معايا يبقى ثلاث ارباع. سهله؟ سهله الحكايه؟ وقف على ذلك بقى. نقرا بقى ايه كلام الشيخ البيجوري في المساله دي بيفصلها ازاي؟ بيقول: وفيها الضمير راجع للزروع والثمار، وفيها يعني في الزروع وفي الثمار. ولذلك قال الشارح: أي الزروع والثمار. وقوله: إن سقيت بماء السماء، أي بالماء النازل من السماء. وقوله كالثلج مثال بس، لأن اللي نازل من السماء إيه؟ الثلج والإيه؟ والمطر، مش كده؟ والبرد. الثلج والمطر والبرد، ثلاث أنواع تنزل من السماء، ثلج وإيه؟ وماء اللي هو مطر ومرد وبرد. برد اللي هو تلاقيه رذاذ كده زي الثلج، تشوفه في البلاد الاوروبيه، ما بتشوفوش احنا عندنا هنا الا في النادر، في الشام ممكن. وقولك الثلج مثال لنحوه، يبقى الثلج اللي هو القطع، والبرد اللي هو رذاذ الثلج، والماء اللي هو المطر. ودخل فان لم يصبها وابل فطل، الطل اللي هو الندى، الندى ده خفيف. فان لم يصبها وابل يعني مطر شديد يكفيها، يبقى فطل يبقى ينديها بس. يبقى قوله كالثلج مثال لنحوه، يبقى الكاف هنا كاف التشبيه بس، يعني التمثيل، يسموها كاف التمثيل، بيمثل بحاجة وليس يريد ولا يريد الحصر. ودخل تحت الكاف البرد. وقوله أو السيح، أو السيح بفتح السين المهملة وسكون المثنى التحتية، وهو كل ما يسيح على وجه الأرض كالنيل والسيل ومن صب من جبل أو نهر أو عين. كان زمان يجي الفيضان في النيل يقوم يغمر، يحصل غمر فيغمر أراضي كثيرة، يغرق بعضها ويسقي بعضها، فاللي اتسقت بطريقة الغمر دي بلا كل كلف، يبقى اللي يطلع منها يطلع منه عشره. كالسيل كالنيل والسيل ومن صب من جبل او نهر او عين، زي برضو حاجة نازلة في منحدر ماشية كده بمنحدر، ما كلفتنيش موتورة مشيها،
ولا كلفتني ان انا احفر لها، لكن هي من نازله كده بمنحدر لحد ما نزلت في ارضي وسائد خلاص، تبقى برضو كأن مطر. فقول الشارح بسبب سد نهر الى اخره ليس بقيد، فكان الاولى حذفه. ومثل ذلك ما سقي بالقنوات المحفوره من الانهار كالمساقي المعروفه لانها تحفر لاحياء الارض، فاذا تهيأت وصل الماء الى الزرع بطبعه مره بعد اخرى. وكذلك ما شرب بعروقه لقربه من الماء وهو البعلي. ساعات بتبقى برضه نباتات كده تيجي تنمو على الشواطئ ما تحتاجش تسقيها لان جذورها عميقه بتوصل تشرب من الميه مباشره، يسموه البعلي. وقوله العشر اي كاملا لخفه المؤنه، المؤنه التكاليف يعني، لخفه المؤنه في ذلك. قول وان سيقت بدولاب مقابل لقول ان سيقت بماء السماء، سقيت هناك اي سقيت، وين قال سيقت الى اخره. وقوله بضم الدال وفتحها بدولاب ودولاب، اي والضم افصح وهو الساقيه المعروفه. وقول ما يديره الحيوان اي او الادميون، وكذلك ما يديره الماء بنفسه وهو النعوره المعروفه في بلاد الشام، والداليه وهي البكره التي يملا عليها من نحو الابار، يعني اي حاجه محتاجه ايه الداليه اللي هي يمسك الراجل زي الشادوف، احنا نسميها الشادوف هنا في مصر، ينزل كده الراجل يشد الحبل لحد ما الجردل يوصل وعين يسيبه يطلع بوزنه لان عامل تقاله الناحيه الثانيه، ياخد الجردل يروح كبه في القناه اللي عاملها قنايه صغيره كده، وبعدين والراجل ده ليه يوميه وناكله ونكلفه، يبقى مكلف فلوس، خدت بالك؟ يبقى ده برضو ايه، يبقى هندفع ربع العشر. او سيقت بنطح اي نقل الماء من محله الى الزرع، او بحيوان. النطح ان انا اروح نقله ومحمله في براميل او في ارب واحطه في عربية او على جمل او على بقرة او على حمار اي حاجة، ويمشي مسافة لحد ما يوديها هناك علشان اسقيه، نفس القصة. او سيقت بنطح اي نقل الماء من محله الى الزرع، وقوله بحيوان اي او غيره كالنطالة والشادوف، ويعتبر في صورة الحيوان أن تكون بغير إدارة كأن يحمل الماء في رواية على نحو جمل ويؤتى به إلى الزرع فيسقي به أو فيسقى به، تنفع الاثنين. ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة. كتير تلاقي في الكتب إيه، جاء النبي مثلا في أحاديث كثيرة ووجد ناضحا مثلا إيه بجوار البستان، ناضح يعني جمل كانوا يخلوه ينقل الميه عشان يسقي البستان، فكلمة ناضح كتير تلاقيها بكتب السنة، وهو الذكر الذي ينقل الماء يعني. والأنثى ناضحة. ومثله ما يسقي بماء اشتراه، ما يسقى بماء اشتراه أو اتهبه. وزيه لو أنا اشتريت الميه ودفعت ثمنها يبقى برضو أطلع ربع العشر من الثمار دي. أو اتهبه، أو واحد وهبهولي مش إعارته، إعارة الإعارة ردهوله، لكن هنا هبة، الهبة فيها عظم منة، فلعظم المنة يبقى فيها تكليف نفسي، يتكلف نفسيا لأنه ممكن يعايره في يوم من الأيام يقول له أنت ناسي لما كنت هتفلس وقفت جنبك واديتك المية، ويعايره كده، فالمعايرة دي فيها منة على النفس تقيلة، فيبقى فيها تكلفة نفسية، عشان كده يبقى كأنه اتكلف لو وهب أو اتهبه لعظم المنة، لعظم المنة. أو غصبه، ولو كان بقى سارق المية دي وسقى بيها يطلع برضه ربع العشر، ليه؟ لأنه عليه ضمان المية، لأنه لما يجي القاضي يقبض عليه هيدفع ثمنه فهي في ذمته. أو غصبه. ما خلاص لو وطى ارضه عن منسوب الترع عشان لما الترعه تزيد تسقي بلا جهد يبقى هيطلع العشر. يبقى اناني. دي شغل انانيه. يتقي الله. هذا الفلاح يتقي الله. لان حب لاخيك ما تحب لنفسك. ده ساعات في الارياف بتحصل مشاكل علشان السقي ده، يقتلوا بعض.
يعني انا اعرف واحد زمان في بلدنا، وكنت انا طفل صغير كده، قتل اخوه. والله كنت فاكر ابويا كان يقعد يحكي وانا كنت طفل في اولى ابتدائي في بلدنا، اختلفوا مين يسقي الاول، ده عنده فدان وده عنده اخوات من اب وام من عيله واحده، واخد بالك؟ اختلفوا، لا انا اسقي الاول، لا انا اسقي الاول. طب انا هصحى بكره قبل الفجر واسقي، عاند اخوه، يقوم اخوه التاني يستناه هناك ويضربه بالفاس ويموت على القنايه اللي هو بيسقي فيه، يتقتل. وده ده اتقبض عليه واتحكم عليه بالاعدام، وابويا كان من ضمن الشهود لانه كان بيبقى سهران ويتمشى فشافه. عشان كده انا فاكرها كويس، كان يقعد يحكي، حتى قعدوا معاه طول الليل يقولوا له ما تشهدش، قول ما شفتش، ما تعرفش. وقعدوا، ابويا ده ما يعرفش يكذب غصب عنه، هو كده بالسليقه ما يعرفش يكذب، قعد وعدهم فعلا مش هقول، خلاص مش هقول. وعمامه اتحكت له عليه لانه عيله من عيله بلدنا هتبقى مشكله، وهو الوحيد اللي، فقعد لحد ما وصل عند القاضي قال والله العظيم الحق، قال لهم كل حاجه. ما كانش يعرف يكذب يعني. المهم اتقبض عليه، لم يكتفي عدد الشهود، فاظن مش عارف اتعدم او خد مؤبد 25 سنه ومات في السجن. فيعني بتحصل قضايا كتيره بسبب المشاكل اللي انت بتعملها دي، ويدخلوا الشيطان بين الناس وبين العائلات وبين الاسر. فالاحسن يبقى فيها يعني مواساه، يبقى المواساه كويسه والتنازل عن الحق كويس، والحكايه سهله. هتروي انت بكره، طب اروي انت الاول. والله يا شيخ لا تروي انت الاول، ويبقى ويقول له اتفضل، واذا اتفضل تبص تلاقي الحكايه بقى فيها فضل. انما ما يعاند تبقى عند بقى والشيطان يدخل. ما انا بقول لك هنا بقى لازم تتوزن الحكايه على حسب حاجه الفلاحين اللي حواليك، وحسب كميه الميه الموجوده، على حسب حاجات كتيره. لكن انت في قاعده عامه، حب لاخيك ما تحب لنفسك، وبعدين لا ضرر ولا ضرار، ما تضرش غيرك عشان مصلحتك، يعني خد مصلحتك وكل حاجه لكن ما تضرش غيرك، ادي الحكايه. فالقواعد العامه دي بتراعى على كل مساله على حده. وعلى شكرا بيقول ايه، هندي في الحالات دي حتى ولو غصب الميه سرقها هنخفض له الزكاه برضه. ليه نخفض له الزكاه وهو غاصب مجرم؟ يقول لك لانه عليه ضمانه، ما هو هيدفع تكاليفه برضه. قوله نصف العشر اي لكثره المؤنه بخلافها فيما تقدم. لكثره المؤنه بخلافها فيما تقدم، اللي هو ايه، بماء السماء يعني. ولذلك قال صلى الله عليه واله وسلم، هيقول لك الحديث بقى، فيما سقت السماء او العيون او كان عثريا العشر. او كان ايه؟ عثريا. عارف يعني فيه، يعني انت عامل قنايه كده وموضبها، لكن عامل حسابك ان الميه بتيجي في موسم معين تمطر تقوم تجتمع هنا، او تنزل من سيل فتنزل تجتمع هنا، فانت موضب، يسموها عثريا. يعني وجاي عثريا ليه؟ لان اللي يمشي يتعثر فيها، يعثر فيها يعني يتكعبل فيها، يقع، فسموها عثريا لانه يعثر فيها من لم يلاحظها اثناء مشي، فسموها عثريا. وفيما سقى بالنطح نصف العشر، وانعقد الاجماع على ذلك كما قاله البيهقي وغيره. والعثري بفتح العين المهمله والمثلثه ما سقي بماء السيل الجاري اليه في الحفره المسماه عاثور لتعثر المار بها اذا لم يعلمها. ولو اختلف المالك والساعي في انه سقي بماء، بانه سقى بماذا؟ الساعي اللي هو بيجبي الزكاه، الموظف من الحكومه اللي جاي يجمع الزكاه، زي موظف الضرايب الوقت، مع القياس ان الضرايب مش زكاه. لكن لو فرض ان هيبقى في عندنا مؤسسه لجمع الزكاه وفيها موظف يروح يجبي الزكاه من الزراع، فجاء الساعي راح قال لا انت سقيت بماء السماء، لان السماء مطرت في الموسم السقي بتاع زرعك. الملك قال له لا، ده انا كلفتها وجبت المطور. حصل خلاف بين الساعي والمالك، يحصل ايه؟ القاضي يحكم بايه؟ يقول لك هنا صدق المالك اللي هو صاحب اليد مش الساعي، صاحب الارض يصدق، خلاص صدق المالك، لان الاصل عدم وجوب الزياده عليه. فان اتهمه الساعي، طب افرض الساعي اتهمه، حلفه ندبا، يجي القاضي يحلفه، قول والله العظيم، يحلف ويقول خلاص ويسمع كلام، سهل. قوله مثلا راجع لكل من ماء السماء والدولاب، فمثل الاول السيح ومثل الثاني النطح كما علم مما مر. وقوله سواء اي حال كونهما سواء بمعنى مستويين، يعني لو سقاه بلا تكاليف وبلا مؤنة نصف المدة،
والنص الثانية يعني سواء معناه ايه، نص السقي بلا مؤنة ونص السقي الثاني بمؤنة. كويس، ادي معنى سواء يعني قد بعض، مستويين باعتبار مدة عيش الزرع مش باعتبار عدد السقيات، باعتبار ايه، مدة ايه، عيش الزرع والثمر ونمائهما، لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات، فإنه قيل يعتبر الأكثر منهما ويلغى الآخر، وقيل يعتبر بعدد السقيات، والمعتمد أن العبرة بمدة عيش الزرع والثمر ونمائهما. فلو كانت المدة 8 أشهر واحتاج في 4 منها إلى سقيه فسقي بالمطر أو نحوه كالنيل، وفي 4 الأخر إلى سقيتين فسقى بالنطح أو نحوه كالدولاب، وجب 3/4 العشر زي ما حسبناها. كويس، كما قال الشارح، فلأجل كون نصف العشر نصف المدة بنحو المطر وجب نصف العشر نصف النص. كويس، نصف العشر لأنه نصف واجبه، يبقى نصف العشر هنا لأن المفروض لو كان كامل هياخد العشر كله، لكن ده نص المدة يبقى وجب نصف العشر عند انفرادي. ولأجل كون نصفها بنحو النطح اللي هو فيها تكاليف ومؤنة وجب نص النص الثاني يعني الربع، ربع العشر أيضا لأنه نصف واجبه عند انفرادي، وكذلك يبقى ربع هنا مع النص الأولاني يبقى 3/4. وكذلك لو جهلنا مقدار نفع كل منهما أخذا بالاستواء، لو احنا برضو مش عارفين يا ترى هو بالنص بالظبط سقى ولا 3/4 والنص ولا 2/3، ناخد بالاستواء نعتبره. ربع كيلو، الكيلة تبقى ربع كيلو، شوف الكيلة تطلع 12 كيلو، تقسم على 4 تبقى 3، سهل يعني تقسمها على طول عليه، لأنه ولو احتاج في 6 منها إلى سقيتين فسقى بنحو المطر كالنيل، وفي 2 إلى 3 سقيات فسقى بنحو النطح كالدولاب، وجب 7/8 العشر، 7/8 على 10. فلأجل كون 3/4 المدة بنحو المطر وجب 3/4 العشر، ولأجل كون ربعها بنحو النطح وجب ربع نصف العشر، والمجموع عشر إلا ثمنا. كويس، دي حساب بقى ايه سهل، تقعد في حصة الجبر واخد بالك، لان الجبر علم انشأه المسلمين، لانه في تقسيم الارث في اثمان وفي ارباع وفي اثلاث وفي ثلثين وفي نصف، فده في الارث، وفي زكاة الزروع نفس الحكاية. فعلشان كده كان علم الجبر علم اسلامي بحت كان لا يعرفه العالم، وجاء المسلمون هم الذين ايه انشأوا علم الجبر، والكسور العشرية والكسور الاعتيادية والحاجات المعروفة دي كلها ده علم إسلامي بحت، وجاء أصله في القرآن في آيات المواريث وفي السنة في أحاديث الزكاة وتقسيمها وغير ذلك. فصل في بيان زكاة عروض التجارة، عروض التجارة، في بيان زكاة عروض التجارة والمعدن والركاز وما يجب إخراجه من كل. ايوه دلوقتي ساعات الزراعه بتتكلم اكتر من موضوع السقي ده بالاسمده، لا هم العبره بالسقي ملوش دعوه، عبره بالميه، لان الماء هو الضروري، الماء ضروري، الحاجات التانيه دي كلها تحسينيات اللي انت بتقوله دي اسمها اسمها كويس تزيد، ما هو لمصلحه الكل بقى خليها تزيد لمصلحه الكل، لان دي امور تحسينيه وليست ضروريه، لكن الماء ضروري، فارتبط الشرع بالضروري الذي لا مناص عنه، والباقي غير منضبط، والباقي الخدمة الثانية غير منضبطة، والشرع تملي يربط الأحكام بالمنضبط ويترك غير المنضبط، دي قواعد الشرع عموما كده. عشان كده احنا قلنا مثلا في السفر الرخص منوطة في مسافة السفر مش في المشقة المرتبطة بالسفر، لأن المشقة غير منضبطة قد تشعر بها أنت وأنا لا أشعر بها وتختلف حسب الوسيلة، لكن المنضبط هو المسافة اللي هسافرها، فربط الرخص بمسافة القصر مش بإيه، مش بكيفية السفر ولا المشقة. كويس، فيبقى تملي الأحكام ترتبط بالمنضبط، أما غير المنضبط يسيب، والحاجات دي كل ما هتخدم
هتكسب انت، واذا كسبت ادي للفقير برضه نصيب، ما يجراش حاجه. ما اوقات حقه يوم حصاده، احنا قلنا ان الزروع ملهاش حول، زكاة الزروع والثمار لا حول لها، ده مجرد انه يحصده يبتدي يطلع كويس، لان الايه بتقول واتوا حقه ايه يوم حصاده، اي ليس عند حولان الحول بل يوم حصاد. فصل في بيان زكاة عروض التجارة. عروض جمع عرض، جمع عرض او عرض، احنا عندنا عرض وعندنا عرض وعندنا عرض وعندنا عرض، شوف تاخد بالك، وكل واحدة ليها معنى. عندنا ايه؟ عرض، عرض يقصد بيه اللي هو مفرد عروض، اللي هو ما يتاجر فيه، كل ما هو معروض للبيع، منها معرض، تقول انا عندي معرض يعني عارض الحاجة علشان ايه ابيعها، يبقى عندي عرض وعندي عرض. عرض هو محل المدح والذم من الانسان، يقول لك انت كده عبت في عرضي، لما يجي يشتم انسان بابيه او امه، يبقى العرض محل المدح او الذم من الانسان كويس، كالقرابه او شيء من هذا، او نسبه او شيء من هذا، يبقى عندي عرض بالكسر وعندي عرض وعندي عرض. عرض، عرض اللي هو ما قابل النصل في السهم، يقول لك عرض السهم، عرض السهم اللي هو ما قابل النصل كويس. وعندي عرض بفتحتين، عرض ده عند المناطقة، العرض هو ما احتاج للمحل للظهور، عرض كالحمرة والصفرة في الوجه وكأعراض المرض، يقول له ايه اعراض المرض اللي عندك، يقول له انا عندي اعراض صداع، عندي عيني صفرة شوية، انا عندي البول بتاعي فيه دم، انا يبقى دي اسمها ايه؟ عرض. يبقى العرض اللي هو محتاج للمحل للظهور، يعني ما يظهرش بذاته لكن يحتاج لمحل يظهر فيه كويس، زي صورة التلفزيون، عرض محتاجة للشاشة وللجهاز الاستقبال علشان يعرض لك الايه؟ الصورة. طب من غير الحاجات دي لو ما فيش تلفزيون تشوف ما تشوفش، فيبقى عرض كويس. يبقى عندنا عرض وعرض وعرض وعرض، واضح؟ احنا بنتكلم هنا في العرض، العرض اللي هو، يبقى الثاني ما يقول ايه انا في عرض النبي، مش يقول انا في عرض النبي بلغة المصريين، هقول انا في عرض النبي، يعني من عاب فيا كأنما عاب في النبي، كأنه احتمى بحمى كبير بقى، فهمت ازاي؟ واضح؟ لكن المصريين يقول لك انا في عرض النبي، فجعلها من الايه؟ من المعروض، وهو التجارة، وده مش مقصود، مش هو المقصود في اللغة العوام. فلما تيجي تقول، تقول انا في عرض النبي، وانا لا انصحك تقول كده، ليه؟ لاحسن يعيب فيك يكفر، لان لو قلت انا في عرض، في عرض النبي فعبت فعاب فيه، خلاص هو بقى في حياز منيع مع النبي بقى خلاص، يعني كانه بيقول انا في حمى النبي، طالما يبقى احترم بقى، اسكت بقى لان ده النبي، واضح؟ لكن لا، ده يقول في عرض النبي، طب تعالى بقى خلي النبي ينفعك ويضربه، مش ده اللي بيحصل في الخناقات؟ ادي تصل الى حد الكفر عند القضاة الملكية، تصل الى حد الكفر عند القضاة الملكية، ليه؟ لانه انحزل النبي فاساء اليه، فكأنها الاساءة انسحبت الى النبي، فتاخد بالك، عند القاضي الملكي لو جابوا الجدع ده يشنقوا على طول، يقتلوا على طول، يقول له عشان عبت انت في النبي، خدت بالك؟ تاخد بالك. استغفر الله، ما هو ربنا ما فيش ابن، ده علقها بمحال، علقها بمحال، ده لغو، ما هو ده لغو، ده لغو، اما يقول له انت لو ابن ربنا ده لغو، يمكن مسيحي بيكلمه على لغته، علقها بمحال، ربنا لا ابن له، بس ما يليقش، يعني هو اساءة ادب واساءة تعبير، والمسلم المفروض يكون مؤدب محترم، النبي لم يكن سباب ولا فاحش ولا لاعن، ولم يكن صخابا في الاسواق، كان رحمة حيثما حل، واحنا عايزين امته تبقى بهذه الاخلاق. فصل، وتقوم عروض التجارة، ما تقولش بقى عروض التجارة، عروض بقت جمع عرض، وده المقابل للنصل في السهم، مش كده؟ فتقول وتقوم عروض التجارة عند اخر الحول
بما اشتريت به. بما اشتريت به يعني بالنقد اللي اشتريت به، مش بالقيمه، قيمتها عند حوالين الحول. يعني انا اشتريت البضاعه بتاعتي دي بألف جنيه مصري وعارضها كويس، اقوم اما اجي يحول الحول اقيم البضاعه دي طالما لم تنض، يعني لم تتحول الى مال، لسه عندي بقيمتها وقت الحول، وقت الايه اخراج، بس بالجنيه المصري مش بالدولار، بما اشتريت به. فهمت؟ يبقى بالجنيه المصري. اشوفها البضاعه دي بعد سنه في المخزن بتاعي بعت قيمتها كام دلوقتي؟ يقول لك ده الحاجات غليت، ده بقت ب 10,000 جنيه. انا كنت جايبها ب 1000 اول السنه، بس بقت ب 10,000 جنيه اخر السنه، يبقى قيمتها بما اشتريت به، اي بالعمله التي اشتريت بها. وقت ايه؟ وقت حول الحساب. في ناس بيقرا الكلام ده بيفهم بما اشتريت به اي بتمنها اللي اشترى به من سنه. اصله ناصح بقى تاجر. بيقرا الفقه بايه؟ بنظام التاجر الناصح. لا، الفقه انصح منك. يبقى بما اشتريت به اي بالنقد الذي اشتريت به. اذا اشتريتها بدولار تقيمها بالدولار، اشتريتها بذهب تقيمها بالذهب، اشتريتها بفضه تقيمها بالفضه، وهكذا. ادي معنى بما اشتريت به. بقيمتها وقت ايه؟ وقت اخراج الزكاه، مش وقت ايه ما اشتريتها، لان ممكن تنخفض سعرها برضه، ما هو السوق كده طالع ونازل. يبقى وتقوم عروض التجاره عند اخر الحول بما اشتريت به، تكتب كده اي بنفذ النقد الذي اشتريت به لا بقيمته، اي بنفذ النقد يعني العمله اللي اشتريتها به، سواء كان ثمن مال التجاره نصابا ام لا. سواء انا اشتريت، انا قلت اشتريت البضاعه دي ب 1000، ال 1000 دي مش نصاب اصلا، مش كده برضو؟ 1000 جنيه مصري ده مش نصاب. اجي بعد سنه طالما لم تنض، يعني لم تتحول الى مال، معناها نض يعني تحول الى مال، دي تلاقيها في كتب الفقه كتير. فطالما لم تنض يعني لم تتحول الى مال ولسه باقيه عندي، اقوم اشوفها في اخر الحول بقت بكام؟ لقيتها بقت ب 13,000 جنيه، واحنا عندنا عندنا النصاب 13,000 جنيه، يبقى بقت نصابه، واروح مطلع. اطلعها مش منها، من قيمتها ربع العشر. مش امسك اقطع منها. لا، قيمتها بالجنيه المصري 13,000 جنيه مصري، يبقى اطلع من كل 1000 25 جنيه، يبقى 25 في 13. مع ان انا لما اشتريتها لم تكن نصاب. خد بالك، لما اشتريتها لم تكن نصابا، لكن عند حوالين الحول صارت نصابا. فهمتني بقى ازاي؟ مهمة الحكاية دي، مهمة للتجار يعرفوها. سواء كان ثمن مال التجارة نصابا ام لا، فان بلغت قيمة العروض اخر الحول نصابا زكاها، والا فلا. ويخرج من ذلك بعد بلوغ قيمة مال التجارة نصابا ربع العشر منه، ربع العشر منه. وبعد كده هيتكلم على زكاة المعدن والركاز. نقرأ كلام الشيخ البيجوري في الجزء ده قبل زكاة المعدن. فبيقول هنا ايه؟ وإنما ذكر المعدن أو المعدن والركاز، الركاز اللي هو دفين الجاهلية، هنا مع أن محلهما فصل زكاة النقدين لمناسبتهما لعروض التجارة من حيث قيمتها، فإنها تقوم بالذهب أو الفضة، وكل من المعدن والركاز من الذهب والفضة. فجمع الاثنين مع بعض، عروض مع الركاز والمعدن، علشان كلهم ايه؟ بيقوم بالذهب والفضة. ها؟ الركاز اللي هو كنز الجالية، هنقرا دلوقتي ونشرحه. قوله وتقوم عروض التجارة، أي ليعرف هل تبلغ قيمتها نصابا أو لا. فإن لم تبلغ نصابا، النصاب اللي هو ما يعادل 85 جرام ذهب، عيار 21 زي ما اتفقنا، فلا زكاة. فإن لم تبلغ نصابا فلا زكاة، وإن بلغت نصابا زكاها من القيمة لا من عين العروض. مش من نفس العروض أقسمه وأطلع منه حتة، إذا كان جبنة طلعها جبنة، وإذا كان خضار أطلعه خضار، أو إذا كان عربية أطلع منها الشكمان، أو أفك الدركسيون، ما ينفع، أو فردة عجلة، ما ينفع. يبقى مش من بعضها، لا من قيمتها. واضح؟
والمراد بها ما قابل النقود. العروض هي ما قابل النقود، النقود. والتجارة بكسر التاء مصدر، تجر يتجر فهو تاجر، والجمع تجار كفاجر وفجار، تاجر تجار على وزن فاجر فجار، زي فجر يفجر، تجر يتجر، زي الوزن هو هو. وقول عند آخر الحول أي مع آخر الحول، لأنه وقت الوجوب، فالعبرة به لا بطرفيه، العبرة بالحول نفسه لا بأخره ولا بأوله، بالحول نفسه ولا بجميعه، لأن شأنها ألا يقطع بأنها دون النصاب، لأن معتمد ذلك التقويم، وهو لا يفيد القطع واليقين، ومحل اعتبار آخر الحول إن لم ترد عروض التجارة في أثناء الحول إلى نقد تقوم به بأن بقيت عنده، أو بيعت بعروض أخرى، أو بيعت بنقد لا تقوم به. يعني العبرة أنها بقيت عنده سنة كاملة إزاي؟ إنها تفضل هي نفسها تجارة، أو هو باعها بنقد آخر غير اللي اشترى بيها، فيبقى معناها برضه بقيت عنده. يعني اشتراها بجنيه مصري وباع بدولار، وبعدين اشترى بضاعة ثانية، واخد بالك؟ يبقى العبرة بالنقد الأول، وكأنها مستمرة معاه، يجي آخر الحول يحسب بقى معاه كام. كويس؟ فإن ردت أثنائه إلى النقد المذكور، واخد بالك؟ طب أنا بقى إيه، اشتريت البضاعة بتاعتي بألف جنيه في أول الحول، وبعد 3-4 شهور أنا بعت كل البضاعة اللي عندي بالمصري برضه، فبعتها بقت ب3000، وبعدين جيت بعد كده رحت اشتريت ب3000 جنيه بضاعة تانية، يبقى الحول بتاعي من أول ما اشتريت ب3000 جنيه. فهمتني إزاي؟ مش من أول ما كان معايا الألف اشتريت البضاعة الأولانية، لأن هنا ردت إلى أصل مالها الأولاني، النقد الأولاني. فهمت؟ فإن ردت في أثنائه إلى النقد المذكور فإن كان نصابا دام الحول، وإن نقص عن النصاب انقطع الحول. طب افرض لما ترد إلى إيه؟ إلى المال المذكور، أنا شاري بقى هنا بضاعة ب20,000 جنيه، بعتها ب25 بعد 3 شهور، ما هو ال25 دي نصاب، وبعدين اشتريت بضاعة تاني وبعت، يبقى حولها من الأول أول لأنها بلغت نصابا. طب ما بلغتش نصاب زي مثال ال3000، يبقى انقطع وابتدي الحول من أول ما بقت 3000، استمرت عندي سنة خلاص. طب بعد شهرين ال3000 بقوا 5، يبقى انقطع الحول تاني، اشتريت بال5 بضاعة وبعد شهرين تاني بقوا 10,000، انقطع الحول وابتدي تاني لحد ما يبقى 13,000 اللي هو النصاب، يبتدي حول بقى. خدت بالك ازاي؟ وهكذا. ما هو التحديد لانه هو المحتفظ بيه بقيمته الى الان، الجنيه المصري واليورو والدولار والحاجات دي كلها كانها عروض تجاره، كان الورقه دي ليها قيمه في السوق، زي الجبنه وزي القماش وزي التلفزيونات وزي العربيات، قيمتها بتختلف، قيمتها الشرائيه تختلف، وبالتالي ما يجراش حاجه، بس كلها هي عروض تجاره. يعني الاوراق الماليه عروض تجاره، او ما نردها بالحاجه اللي ماسكه نفسها ثابته، لان النبي قال ان الزكاة ايه؟ في الذهب، الدينار وفي الفضه. كويس؟ فالنبي حددها بالذهب والفضه، وكانت العمله ايام النبي بذهب وفضه. فاروح انا اردها لاصلها الذهب والفضه، لو ما عملتش كده حوقف اعمال الاسلام كلها، حوقف الزكاه كلها كفرض من فروض الاسلام، لان هقول لا دي ما بقتش ذهب ولا فضه، والزكاه مرتبطه بالذهب والفضه، مش هطلع. فالمقابل امام الفقهاء يا اما يقيمها على الذهب والفضه بقيمتها، يا اما يوقف الزكاه اصلا. فايه رايك؟ فعلشان كده يضيع الفقير يموت، والزكاه دي حق الفقير، فقال لك لا يبقى احنا نقيمها بالذهب والفضه عشان يستمر العمل باحكام الشرع ويستمر مواساه الفقير. واضح؟ ما هيقيمه كله بالذهب، يبقى قد ايه؟ قيمته ذهب قد ايه؟ يجمع كله ويقيمه، ما هو العبرة ان المال اللي معاه ده يجيب له 85 جرام ذهب عيار 21 فما زاد. العبرة، عشان كده هنا لما اثبته على الذهب
يبقى مهما اختلف معايا ين ياباني، معايا دولار، معايا ريال سعودي، معايا بتاع، اقيم ده كله يجيب لي كام جرام ذهب؟ لان الذهب قيمته ثابته على العالم كله، فهمت؟ يبقى كده سهل. او سندات او اسهم، كل حاجه اقيمها على الذهب والفضه. كويس. هو الوقت الناس بيقيموها على الذهب، الناس، لان كان زمان الذهب والفضه متقاربين. الدينار يساوي 10 دراهم، يبقى ال 200 درهم يساوي 20 دينار، ودي ذكاء، دي نصاب وده نصاب. لكن دلوقتي تفاوتت. فاحنا قلنا الدور اللي فات ان بعض مشايخنا قالوا ينصح عند اشتداد الغلاء وكثره الفقراء ان نخلي النصاب بالفضه لنوسع قاعده من يخرج الزكاه، وهذا على سبيل الفضل لا على سبيل الفقه، ولكن الفقه انه ايه يقيمها بالذهب بس. فان امتنع من عنده نصاب فضه وليس عنده نصاب ذهب لا يأسف بس. فبيقول هنا ايه، فان ردت في اثنائه، يعني في اثناء الحول، الى النقد المذكور، فان كان نصابا دام الحول، وان نقص عن النصاب انقطع الحول لتحقق نقص النصاب حينئذ. فلو اشترى به عرض اخر بعد ذلك ابتدأ حول جديد من حين، او ابتدأ، هنا ابتدأ، لان لو كان يقصد ابتدأ كان يحطها على الف، كونه حطيتها على ياء نبرة يبقى يقصد ابتدأ حول جديد من حين شرائه، كما تصرح به عبارة المنهج، وبها يتضح كلام المحشي المنهج لأبي زكريا الأنصاري شيخ الإسلام، قوله بما اشتريت به، أي بالنقد الذي اشتريت به. فإن كان قد اشتراها بذهب قومها به، أو بفضة قومها بها، أو بهما قوم ما قابل الذهب به وما قابل الفضة بها، ولا يضم أحدهما للآخر. لأن احنا ما بنكملش نصاب بنصاب جنس مختلف، واضح؟ ما يكملش. لكن احنا ليه الجنيه المصري بنقيمه بالذهب؟ لأن الجنيه المصري عملة ورقية، والدولار عملة ورقية، واليورو عملة ورقية، والين عملة ورقية، فكله ورق، كله اسمه ورق، بقى جنس واحد. فقيمه بايه؟ بالذهب. وريح نفسه. الواحد لو عنده فضه اقل من النصاب ما يطلعهاش، ما يجمعهاش على الذهب. دي نصابها كذا، حوالي مثلا 600 جرام. يعني لكن هو عنده مثلا 400 جرام فضه. لا زكاة عليه في الفضه. حتى لو هو معدي نصاب الذهب. يبقى زكاته من الذهب بس. واضح؟ ما تجمعش دي على دي. زي ما قلنا لو هو مثلا زارع ذرة وقمح، فطلع ثلاث أوسق من الذرة ووسقين من القمح، ومجموعهم خمسة بس اختلفوا في الجنس، لا زكاة عليه باختلاف الجنس، فهمت؟ أي بالنقد الذي اشتريت به، فإن كان قد اشتراها بذهب قومها به، أو بفضة قومها بها، أو بهما. طب افرض اشتهرهم بالاثنين، قوم ما يقابل الذهب بالذهب وما يقابل الفضه بالفضه، واللي بلغ نصاب في احدهما يجب، بلغ نصاب في الاثنين وجب في الاثنين، سهل. ولا يضم احدهما للاخر، تعلق عليها الاختلاف الجنس، السبب لاختلاف الجنس، ولا يضم احدهما للاخر، وانما قومت بما اشتريت به لانه اصل ما بيده واقرب اليه من نقد البلد. كويس. يعني العبرة بما اشتراها به، تقوم بما اشتراها به، مش بالقيمة، مش بقيمتها وقت اشتراها، لا، بالعملة التي اشتراها به. كويس. فلو لم تبلغ بما اشتريت به نصابا فلا زكاة، وان بلغت بغيره. خد بالك، يعني انا اشتريت الحاجات دي بالذهب او بالجنيه المصري، وجيت بعد الحول لقيت قيمتها تعادل حوالي 8000 جنيه، ال 8000 جنيه دي عدى نصاب الفضه لكن ما عداش نصاب الذهب، يبقى لا زكاة فيها. واضح؟ لأن العبرة بالتقييم الأصلي، إن أنا بقيم الجنيه المصري بالذهب مش بالفضه. واضح؟ يعني ولو بلغت بغيره. فلا زكاة وإن بلغت بغيره، هذا إذا ملكت
بالنقد، اذا ملكت او ملكت بالنقد ولو في ذمته، اذا ملكها بالمال ولو في ذمته حتى لو ما دفعوش، كويس، او غير نقد البلد بالدولار باليورو باي عمله بقى، او غير نقد البلد، فان ملكت بغير نقد كعرض وبضع في خلع او نكاح، طب افرض ملكتها انت، ملكت البضاعه دي بغير اموال، يعني ايه؟ يعني انا كان عندي عربيات، انا تاجر عربيات وتاجر اراضي، فروحت الاجنس بتاعي كله عربيات، رحت للتاجر اراضي قلت له خد كل العربيات دي واديني قطعه الارض اللي في الساحل الشمالي دي، يبقى انا هنا عوضتها عرض بعرض، خدش فلوس، فهمت ازاي؟ فانتقلت بعرض، واضح؟ او اديته مثلا 10 شقق تمليك في العماره بتاعتي ملكتها له مقابل ان يتنازل لي عن اجنس السيارات بتاعه اللي فيه 100 عربيه مثلا، وخدتها انا عرضتها للبيع، يبقى هنا عرض بعرض، فهمت؟ يبقى دي صورة. الصورة الثانية أو بضع في خلع أو نكاح، بضع اللي هو النكاح يعني، تملكها مراته خلعت نفسها منه فهو وافق مقابل إن هياخد منها المخزن بتاعها اللي في البلد أو المعرض بتاعها اللي في نص البلد، عندها تجارة وهياخد المعرض مقابل إنه يطلقها، يبقى هنا تملكه بخلع، كويس، أو نكاح تملكته هي تاجرة وعايز يتجوزها وهو تاجر زيها، قال لها تاخدي المحل بتاعي بالبضاعة اللي فيه اللي في المسكي مهر ليكي وتتجوزيني، يبقى انا ملكته بنكاح، واضح؟ يبقى تملكته هنا بنكاح او تملكه هو بخلع، كويس، او صلح عن دم او حصل قتيل في العيلة عندنا واحنا قابلنا ناخد الدية وانا من ضمن ورثة المقتول، فجالي الناس دول قالوا لي والله احنا ما عندناش مال نديلكم الدية، لكن احنا عندنا مخازن فيها قمح نديلكم المخازن بتاعتنا دي، دي قيمة الدية، تعالوا خدوها عندنا صوامع كتيرة، خشوا خدوا 10 صوامع القمح اللي فيها، يبقى انا ملكتها هنا بدم مقابل دم، كويس. قومت في الحالات دي كلها بايه؟ هنا عرض بعرض، هنا قومت بنقد البلد في الحالة دي، قومت ايه؟ بنقد البلد، اتفضل. قومت بغالب نقد البلد، فإن لم يكن بها نقد، طب افرض البلد دي ما فيهاش نقد. بلد بتتعامل بالتبادلات بس. ما فيهاش نقد. يبقى فبغالب نقد أقرب البلاد ليها. تقوم بإيه؟ بنقد أقرب البلاد ليها. فإن غلب نقدان، طب افرض البلد دي بتتعامل بنقدين متساويين. زي مثلا يعني اما كنت مره كنت زمان سافرت لبنان لقيتهم في الاسواق يتعامل بالدولار او بالليره اللبناني الاثنين بالتساوي، يعني لو بتشتري اي حاجه ياخد دولار او ياخد منك ليره لبناني، النقدين متساويين رايجين في السوق، كويس، يبقى بلد فيها نقدين متساويين من حيث الرواج يعني والاستعمال، في الحاله دي تخير بينهما ان بلغت نصابا بكل منهما على المعتمد، اذا بلغت التجاره بتاعته نصاب بالعملة دي وبالعملة دي والاتنين رايجين نفس الرواج في البلد دي، يختار يطلع الزكاة بتاعته من اي عملة فيهم، فهمتني ازاي؟ يطلعها بالليرة اللبناني، يطلعها بالدولار، يطلعها زي ما هو عايز. فإن كما صححه في اصل الروضة، وان صحح في المنهاج كأصله انه يتعين الانفع للمستحقين ومقابل الاصح، قال لك يختار العملة الاصلح للفقير طالما الاثنين مستويين، والاصح اللي عليه الفتوى ان هو يختار اللي هو عايزه طالما الاثنين رايجين نفس الرواج، واضح؟ يبقى عندنا فيها وجهين، وجه مقابل للاصح وهو صحيح انه يختار الافضل للفقير، لانه ممكن الفقير يقول لك دولار ده هعمل بيه ايه يا عم الشيخ؟ ما تديني جنيه مصري، ما يفهمش الدولار ده، هو يفهم جنيه مصري، لكن على اي حال في الصورة دي هتلاقي الفقير عارف ليه، لان احنا افترضنا ان النقدين رايجين نفس الرواج في هذه البلد، يبقى الفقير عارف دي وعارف دي برضه، يبقى مفيش مشكلة. وان بلغت نصابا باحدهما دون الاخر، طب افرض ان انا لما قيمتها بالدولار لقيتها ما تجيبش نصاب، قيمتها بالعملة بتاعت البلد وهما الاثنين رايجين نفس الرواج لقيتها تبلغ نصاب،
فهمتني ازاي؟ في الصورة التانية بقى قومت باللي تبلغ به النصاب، ويطلع باللي بلغت به النصاب، واضح؟ لتحقق تمام النصاب به. وبهذا فارق ما لو تم النصاب في ميزان دون آخر مع له الزكاة. في حالة الميزان لو اختلف الموازين، ميزان وزن طلعت 5 أوسق، ميزان تاني قال له لا ده إلا شعر، يبقى مع له الزكاة. ده بخلاف دي يعني. ليه؟ لعدم تحقق النصاب. لكن هنا تحقق النصاب بإحدى العملتين والاثنين رايجين نفس الرواج، يبقى الصورة مختلفة. الصورة في الأولانية مختلفة عن، ما تجيش تأسهالي باختلاف الميزان، فهمت؟ لأن الميزان اختلافه غير اختلاف العملتين في القيمة إذا كانوا رايجين نفس الرواج، دي صورة ودي صورة. ما هم بيفترضوا ان في ساعات بتحصل حروب، ساعات بتحصل حاجات اقتصاديه تخلي عمله تفرق عن عمله قوي، بتحصل يعني. ايام الحرب العالميه الثانيه العمله الالمانيه كانت في التراب، ملهاش اي قيمه، واخد بالك؟ خالص. لكن الوقت يشوف بقى العمله الالمانيه بقت ليها قيمه، لان الوقت في وقت السلم. ما احنا هنشوف هنا لو قد يكون هو اشترى بعضها بذهب وبعضها بفضه، او اشتراها بالذهب، واخد بالك ازاي؟ او اشتراها جات له من غير عروض بعروض، والبلد دي بيتعاملوا بالذهب والفضه سواء بسواء عنده، يبقى قيمه باحدهم. كويس، ادي الحكايه. وان ملكت بنقد وغيره، اللي فات ملكت بغير نقد، قلنا بخلع، بنكاح، بدم، بصلح، بأي حال. وإن ملكت بنقد وغير قوم ما قابل النقد به وما قابل غيره بغالب نقد البلد، ويعرف ما قابل غير النقد بتقويمه، ومعرفة نسبته للنقد حال المعاوضة. حال المعاوضة يعني إيه؟ يعني وقت عرضها للبيع. ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول إن لم ينض. ينض يعني يتحول إلى دراهم ويحطه في رأس ماله، أو يتحول إلى مال ويحطه في رأس ماله. يعني لو حصل ربح في أثناء الحول، الربح ده في صورة بضاعة، برضه في صورة بضاعة، لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به، بأن لم ينض أصلا أو نض بغير ما يقوم به. نض هنا يعني تحول إلى عملة غير العملة اللي أنا اشتريته بيها، واخد بالك؟ فلو اشترى عرضا قيمته 100 درهم، فصارت قيمته آخر الحول 300، زكاها. أما إذا نض بما يقوم به فلا يضم إلى الأصل، بل يزكي الأصل عند حوله والربح عند حوله، فيفرد بحول وحده. يعني اشترى عرضا ب200 درهم، قيمته بقت 300 درهم، يبقى بقى زاد ربح 100. كويس، يبقى زاد ربح 100. هنا في الحالة دي هيعمل ايه؟ ولسه ما نضش، يعني لم يتحول، ده بقيمة بس، قيمته بس، يوم يطلع زكاة 200، والمية دي تبدأ حول جديد، تبدأ حول جديد الزيادة ده، لأنه لم ينض، لم يتحول إلى مال عنده، فهمت؟ أما إذا نض بما يقوم به فلا يضم إلى الأصل، بل يزكى الأصل عند حصوله. إذا نض بما يقوم به فلا يضم إلى الأصل، بل يزكى الربح يعني، بل يزكى الأصل عند حوله والربح عند حوله، فيفرد بحول وحده. ومعنى نض صار ناضا دراهم ودنانير، يعني نقد، نض يعني صار نقدا في ايده، يعني صار سائلا في يده، نسميها سيوله، يقول لك انا عندي سيوله، فهمت؟ قوله سواء كان ثمن مال التجاره نصابا ام لا، اي لان العبره بقيمته اخر الحول، لان العبره بقيمته اخر الحول، فلا فرق بين ان يكون راس مال التجاره الذي اشترى به نصابا، والا يكون نصابا
فتخرج الزكاه اذا بلغت قيمته نصابا وان كان راس المال الاول دون نصاب. واضح؟ قوله فان بلغت، لما بيقول هنا فان بلغت قيمه العروض اخر الحول نصابا، عروض التجاره نصابا زكاها والا فلا. يبقى العبره في اخر الحول بلغت نصاب ام لا، مش العبره ببدايه الحول. كويس؟ بخلاف زكاة ايه؟ النقد، لازم من اول الحول لاخر الحول تبقى نصاب. فهمت؟ انما عروض التجارة العبرة باخر الحول مش باول الحول. العبرة، خد بالك من الفروق دي مهمة. فإن بلغت، هذا بيان لفائدة التقويم اخر الحول كما مرت الإشارة إليه، وقول زكاها أي قيمة العروض، فيخرج من قيمتها لا من عين العروض كما مر. زي ما قلت لك ما يطلعش الزكاة بتاعته من نفس نوع تجارته، يطلع عربية ما ينفعش، هو بيتاجر في العربيات يطلعها جبنة، تاجر في الجبنة ما ينفعش، يطلعها خضار ما ينفعش، يطلع قيمتها برضو ما ينفعش، لان الفقير اصله ليه احتياجات كتيرة غير الكسوة، مش كده؟ افرض الفقير عايز زكاة، عايز حاجة جاهزة مش عايز تفصيل، ما يعرفش ترزي، تدي له قماش يعملوا ايه؟ يعملوا ممسحه؟ مش هيعملوا حاجه. وعليكم السلام ورحمه الله. لا، الزروع من جنسها. ما ينفعش التانيه. والحيوان من جنسه. لا، الزروع ما ينفعش. الزروع ما يعني يجوز القيمه لو ما عندوش سيوله والفقير راضي. لكن عندنا لا، تطلع احسن من نفس الزروع. يجوز القيمه عند الاحناف. بالذات في الفروقات البسيطه. او يخير الفقير. يعني انت دلوقتي يمكن الفقير يقول لك انت هتديني قمح اعمل بيه؟ انا بشتري القمح من الحكومه، هبشتري قصدي العيش من الحكومه من الطابونه، هعمل انا ايه بالقمح؟ ولا عندي احوله لدقيق ولا بعجن ولا بخبز. فيقول لك اديني مال احسن. ممكن يبقى على حسب الاحوال. والا فلا، اي وان لم تبلغ قيمتها. أو علشان كده قال لك ويخرج من ذلك، أي من قيمة ذلك أي المذكور من العروض، فالكلام على تقدير مضاف، وكذلك قول منه فهو على تقدير مضاف أيضا، والتقدير من قيمته، مش منه يعني من بعضه، أي من قيمته. لما تقدم من أنه لا يجوز إخراجها من عين العروض، وقول ربع العشر أي اعتبارا بالنقد، يبقى عروض التجارة نفس قيمة الزكاة اللي بتخرج، نفس قيمة زكاة النقد، ربع العشر اللي هو 2.5%. الذي تقوم به عروض التجارة، فتقاس على الذهب والفضة لأنها تقوم بهما، وتجب زكاة فطر رقيق تجارة مع زكاتها لاختلاف سببيهما. كان زمان بيبيعوا في تجار رقيق، يبقى عنده رقيق بيبيعهم، فده تاجر رقيق زي تاجر سيارات دلوقتي، بس بدل السيارات بقوا بني ادمين بيبيعهم، ده اسمه تاجر رقيق. طيب جت زكاة فطر، ما هو زكاة الفطر بتبقى متعلقة بالبدن، وزكاة العروض متعلقة بالمال، فاختلفت الجهة، يبقى يجب عليه يخرج زكاة البدن اللي هي زكاة الفطر وزكاة المال بقيمتهم لأنهم عروض تجارة، يجتمع عليه زكاتين، تاجر الرقيق كويس؟ لأنه عليه إطعامهم، مش كده برضه؟ وتجب زكاة فطر رقيق تجارة مع زكاتها لاختلاف سببيهما، وهما البدن والمال. زكاة الفطر سموها زكاة البدن، والتانية زكاة عروض التجارة دي زكاة مال، فاختلف. فالأول سبب زكاة الفطر اللي هو البدن، والثاني سبب زكاة التجارة. ولو كان مال التجارة مما تجب الزكاة في عينه كسائمة وثمر، فلا تجتمع الزكاتان فيه بلا خلاف. يعني أنا عندي مالين من التجارة، غنم سائمة وبعرضها للبيع، سائمة يعني بترعى في كلاء مباح ما بتكلفنيش علف، وعندي كمان ثمر نخل، فعندي تمر، فأنا عندي هنا تجب في عينه كسائمة وثمر، فلا تجتمع الزكاتان، ما ينفعش أجمع ده وده وأشوف قيمته يطلع نصاب فيه بلا خلاف، كما في المجموع اختلاف النوع برضه. بل إن كمل نصاب إحدى الزكاتين
دون نصاب الأخرى كأربعين شاة قصد بها التجارة لكن لم تبلغ قيمتها نصابا آخر الحول، يبقى في الحالة دي يطلع على الأربعين شاة وما يطلعش على قيمتها ربع العشر لأن لم تبلغ نصابا آخر الحول. فهمت؟ فبيقول هنا ايه، بيديك مثال كأربعين شاة قصد بها التجارة لكن لم تبلغ قيمتها نصابا من حيث ايه، من حيث الذهب، لكن بلغت نصابا من حيث كونها حيوان عدد أربعين، يبقى هطلع هنا على الأربعين مش هطلع على القيمة ربع العشر، هطلع على الأربعين شاة زكاة الحيوان مش هطلع زكاة القيمة، فهمت؟ اللي هي ربع العشر. وكتسع وثلاثين، هنديك أمثلة، وكتسع وثلاثين فأقل بلغت قيمتها نصابا آخر الحول وجبت زكاة ما كمل نصابه. افرض انا عندي اربعين زكاة اربعين شاة، احنا قايلين اربعين شاة ده نصاب، اطلع منهم شاة اذا كانت سائمة بالشروط بتاعتها وحال الحول والحاجات دي كلها. طيب قيمة الاربعين شاة دي اقل من عشرين مثقال اللي هو عشرين دينار، يبقى هطلع زكاة الحيوان مش هطلع. طيب افرض انا عندي تسعة وتلاتين شاة، يبقى ما بلغتش نصاب الشياه لكن قيمتها 20 دينار فما زاد، اطلع ربع العشر، اطلع هنا ربع العشر وهناك اطلع شاه. طب لو كام عندي؟ يبقى ال 40 وعدل 20، يبقى هعمل ايه؟ هطلع من دي الشاه واطلع من الصوف اللي ببيعه واللبن اللي ببيعه والعروض اللي انا بتاع اطلع منها ربع العشر، اطلع الاثنين. إذا اجتمعوا الاثنين هطلع الاثنين كل من نصيبه، لأن دي ليها عقل ليها كمية ودي ليها كمية، زكاة الحيوان بطلع حيوان والعروض التجارة بطلع ربع العشر من القيمة حسب نقد البلد. أيوة، وقيم كمان الصوف اللي عليها، افرض عليها صوف قيمته 200 ألف جنيه يبقى هطلع ربع العشر من 200 ألف جنيه. شفت ازاي؟ ما هو لما في اصلا شيامه متربيه عشان الصوف وفي شيامه متربيه عشان اللبن وهكذا، يبقى على حسب بعرض ان لبنها عندي مصنع وبيحلب 1000 شاة في وقت واحد، ما في كده مكن بتحطه كده فبيجمع عندي لبن كتير معروض ببيع كل يوم، واخد بالك؟ يبقى في الحالات دي يبقى انا عندي عروض تجاره وفي نفس الوقت عندي شياه، يبقى الشياه دي لو كانت سائمه لو معلوفه خلاص، لكن لو سائمه بس. فخد بالك من الحاجات دي، تفاصيل تهتم بيها. وكتسع وثلاثين فأقل بلغت قيمتها نصابا، هنا عددها ما بلغش نصاب لكن قيمتها بلغت نصابا آخر الحول وجبت زكاة ما كمل نصابه، وإن كمل نصاب كل منهما زي السؤال اللي بتسأله، كأربعين شاة قصد بها التجارة وبلغت قيمتها آخر الحول نصابا، قدمت زكاة العين على زكاة التجارة، دي أول حاجة، نعم تجب زكاة التجارة أيضا في نحو صوفها وألبانها. واضح؟ لا مش في قيمتها كلها بقى، يبقى إيه؟ تقدم زكاة العين اللي هي الحيوان وقيمة المعروض منها اللي هو الصوف واللبن، قيمة المعروض منها اللي هو الصوف واللبن، مع إخراج زكاة العين عن السائمة، وكذلك تجب زكاة التجارة عن الشجر ونحوه اللي هو شجر اللي هو النخل يعني، من الليف والكرناف وغيرهما عند تمام الحول مع إخراج زكاة العين عن الثمر. كويس؟ قوله وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه إن بلغ نصابا ربع العشر في الحال، إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة، والمعادن جمع معدن أو معدن بفتح داله وكسرها اسم لمكان خلق الله تعالى فيه ذلك اللي احنا نسميه منجم دلوقتي، اسم لمكان خلق الله تعالى فيه ذلك من موات أو ملك. ونقف على الركاز، يبقى نخلص المعدن ونقف على الركاز ناخده السبت الجاي، نشوف هنا زكاة المعدن اللي هي اللي بيستخرج عندنا منجم بخرج منه ذهب، منجم بخرج منه فضه في ارضي في ملكي، هطلع برضه الزكاه بتاعته ازاي؟ هيقول لك كده.
وما استخرج أي والذي استخرج ولو في مرات متعددة فيضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد معدن وتتابع عمل، ولا يضر قطع العمل لعذر كإصلاح آلة ومرض وإن طال الزمن عرفا. فإن اختلف المعدن، يعني أنا بطلع شوية ذهب وشوية فضة، اختلف المعدن أو قطع العمل بلا عذر أو كسل بقى ما بقاش إيه يهتم، يعني أعرض عنه عن الاهتمام به أو استخراج ما فيه أو أعرض عنه فلا ضم، وإن لم يطل الزمن لإعراضه. والمراد أنه لا ضم في إكمال النصاب وإخراج الزكاة عن الكل، فلا ينافي أن الثاني يضم للأول في إكمال النصاب وإخراج الزكاة عن الثاني فقط، كما يضم إلى ما ملكه بغير المعدن. في الصورة الثانية اللي احنا مش هيضم، يعني معناه ايه؟ عنده هنا منجم فضة، فاشتغل فيه شهر واتنين وطلع منه ما يعادل 50 درهم، كويس؟ وبعدين اعرض، لا الحكاية مجهود وعايزة سفر وكل يوم يروح ويعمل كسل، فقعد شوية اعرض على المسألة، وبعد 3 4 شهور زهق من القعدة، قال لما نروح تاني نكافح الحاكي فاح، يلا نروح نكافح، فراح تاني وجاب العمال وابتدى يخرج تاني، فخرج على اخر الحول، على اخر الحول 150. ال 150 دي في الحالة دي هضمها على ال 50 بقى 200، يبقى بالغ نصاب وازكي ال 150 بس، لان هنا اعرض. فهمت القصة؟ فهمت ازاي؟ سهلة. لكن لو هو بطل الشهرين دول عشان بيصلح المكان، يبقى تضم وتزكى كلها. جاله دور برد وبطل شهر عشان يتعالج، يبقى تضم كلها لانه ما اعرضش، ده عذر طارئ، لكن هو كانت نيته ان العمل يستمر. واضح؟ اقرا بقى هنا كلام الشيخ عشان تفهم. والمراد أنه لا ضم في إكمال النصاب وإخراج الزكاة عن الكل، فلا ينافي أن الثاني يضم للأول في إكمال النصاب وإخراج الزكاة عن الثاني فقط، كما يضم إلى ما ملكه بغير المعدن في ذلك. فإذا استخرج من المعدن بالعمل الأول 50 درهما وبالثاني 150، ضم 150 للخمسين الأولى لإخراج الزكاة عن 150 فقط دون 50 الأولى. واضحة؟ سهلة نفس القصة. كما لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن. قوله من معادن الذهب والفضة متعلق بالفعل، يبقى عنده منجم قصدير، منجم ألمونيا، منجم أي حاجة غير الذهب والفضة، مع الوز زكاة معدن. واضح؟ يبقى هي الذهب والفضة بس، متعلق بالفعل وهو استخراج. والمتبادر أن المراد بالمعادن الأماكن التي فيها الذهب والفضة، فإضافة معادن إلى الذهب والفضة حقيقية على معنى اللام، أي الأماكن المنسوبة للذهب والفضة. ويحتمل أن يكون المراد بالمعادن الذهب والفضة اللذين يكونان في تلك الأماكن، فتكون الإضافة بيانية، ويكون قوله من معادن إلى آخره بيانا لما، والمحل محذوف على هذا، فكأنه قال وما أي استخراج الذي هو معادن هي الذهب والفضة من الأرض. ويؤيد الأول أن الشارح اقتصر في تفسير المعدن بعد ذلك على المكان، وإن كان يطلق على كل من المكان والمستخرج. يعني المعدن أصل ليه إطلاقين، على المكان اللي هو المنجم وعلى المستخرج من المنجم، فليه إطلاقين. قوله يخرج منه أي بعد التخليص والتنقية من نحو التراب، وإن كان وقت وجوب الزكاة فيه وقت حصوله في يده، كما أن وقت الوجوب في الزرع وقت اشتداد الحبل. يعني إذا بلغ نصابا يخرجه بس بعد ما ينقيه، يبقى وجبت في حقه، بس إيه وقت الإخراج إمتى؟ يبقى وقت الوجوب غير وقت الإخراج. وقت الوجوب إذا بلغت نصابا، ده إيه وقت الوجوب، ووقت الإخراج عند تنقيته وتخليصه من الشوائب. ما ادوش أنا للفقير بترابه، فهم؟ في المعدن هنا، لا المعدن هنا حول أو. هنا وقت الإخراج على فكرة، زي الزروع،
في المعدن زي مش الحول وقت الاخراج لو بلغ نصاب زي الزروع قياسا على الزروع. لا مش حولي المعدن، لا ليس بحولي، لكن قيمته بيقيم بالذهب والفضه لكن مش حولي. ده كان بالظبط زرع بتزرعه وطلعته. وان كان وقت وجوب الزكاه فيه وقت حصوله في يده، كما ان وقت الوجوب في الزرع وقت اشتداد الحب، ووقت الاخراج غير وقت الوجوب. وقت الاخراج بعد التنقيه والتصفيه من نحو التبن ده في الزروع، ومن نحو ايه المعادن الاخرى والشوائب ده في معدن الذهب والفضه. قوله ان بلغ نصابا فيشترط فيه النصاب وهو 20 مثقالا من الذهب اللي هو 85 جرام ذهب عيار 21، و100 درهم من الفضه يعني حوالي 580 جرام فضه، وما زاد فبحسابه لانه لا وقص في غير الماشيه. قول ربع العشر اي لعموم الادله السابقه كخبر وفي الرقه ربع العشر اللي هي الفضه، وخبر ليس في اقل من 20 دينارا شيء، وفي 20 نصف دينار. قوله في الحال اي فلا يشترط فيه الحول، او فلا يشترط فيه الحول لانه انما يشترط لتكامل النماء والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فاشبه الزروع والثمار. قوله ان كان المستخرج بكسر الراء لانه اسم فاعل، وقوله من اهل وجوب الزكاة اي بان كان مسلما حرا، فخرج الكافر فما اخذه يملكه ولا زكاة عليه، لكن يمنعه الحاكم من اخذ المعدن والركاز اللذين في دار الاسلام، كما يمنعه من الاحياء احياء المواد برضه. ما يجيش كافر في ارض المسلمين يحيي مواد ويقول لك ملكي، ما يجيش كافر في ارض المسلمين يحفر وياخد المعدن اللي فيها ويقول لك ملكي، ما ينفعش الحاكم يمنعه. طب افرض تملكه في فتره والحاكم نايم على ودانه، ما ناخدش منه زكاه في اللي خده خلاص، بس نمشيه بقى ولا يتملك بعد ذلك، لان الدار للمسلمين وهو دخيل فيها. وخرج ايضا المكاتب، المكاتب اللي هو بيشتري نفسه من سيده، ملكيته ضعيفه، ده ملكه ضعيف، فيبقى مع احنا قايلين الملك التام ده ملكيه ضعيفه فما يبقاش عليه. فما اخذه يملكه ولا زكاة عليه فيه لضعف ملكه. واما ما ياخذه الرقيق غير المكاتب، طب وافرض عبد هو اللي بيحفر وبيطلع واخذ منها كتير، ده ملك سيده، ناخد من سيده لانه هو وما يملك لسيده، فهو لسيده فيلزمه زكاته. جمع معدن او معدن، اما اما من العدون بمعنى السكون او من العدن وهو الاقامه، يبقى عدون يعني سكون او عدن في المكان اي اقام فيها، ومنها جنات عدن يعني جنات اقامه وهو الاقامه، يقال عدن بالمكان اذا اقام به، ومنه جنات عدن اي اقامه لان اهلها يقيمون فيها فضلا من الله تعالى. وقوله بفتح داله وكسرها ظاهره بل صريحه انه بالفتح والكسر اسم للمكان، وكذلك يطلق على المستخرج باللغتين، والمشهور انه بالفتح يعني معدن ومعدن يطلق على المستخرج ويطلق على المكان المنجم نفسه، والمشهور انه بالفتح اسم للمكان معدن منجم كويس، وبالكسر اسم للمستخرج. واضح؟ معدن يبقى ذهب. قوله اسم لمكان الى اخره، ويطلق ايضا على المستخرج كما علم. وقوله خلق الله فيه ذلك اي المذكور من الذهب والفضه. وقوله من مواتن او ملك خرج بذلك نحو المسجد، ففيه تفصيل. خد بالك الحته دي. فان وجد بعد الوقفيه، افرض ان الراجل ده وقف الارض بتاعته دي تبقى مسجد، وبعد ما بقت مسجد بيحفروا عشان يدوروا على بير يعملوا ميضة الناس تتوضا، لقوا ده، يبقى ده ملك ايه؟ مين؟ ملك صاحب الوقفية ولا ملك المسجد؟ ملك المسجد، يبقى يستخرج وينتفع به في النفقة على المسجد. كويس؟ فبيقول لك هنا ففيه تفصيل في المسجد، فإن وجد بعد الوقفية فهو للمسجد يصرف في مصالحه، وإن كان موجودا حال الوقفية وقت الوقف وهو عارف فيبقى ده من أجزاء المسجد فلا يجوز التصرف فيه لأنه بقى من أجزائه، ولا يملكه المستخرج في الحالتين. يبقى لو كان موجود وعارف أنه فيه
وهو بيوقف المسجد اصبح واقف محدش يستفيد بيه، لا هو ولا المسجد، واقف يفضل كده اثر من الاثار. كويس. طب لو كانش يعرف وبعدين ظهر بعد الوقفية، يبقى ملك للمسجد ينفق في مصالح المسجد، في التوسعة، في بنائه، في بياضه، في فرشه، واخد بالك، وهكذا. ويقال في الوقف غير المسجد كأن وقف على زيد مثلا. طب انا وقفت الارض دي على زيد، صاحبي ده اسمه زيد، قلت له بقول لك ايه، انا عندي ايراد ارض في بلدنا مش محتاجه، وانت راجل عايز تتجوز، خد الايراد ده ابني عليه بيت كده وتوكل على الله، هو وقف عليك، وقفته ليه. كويس. من باب الهبه بس في صوره وقف. كويس. فهنا برضو نفس، لو كنت انا عارف ان في بطن الارض ذهب يبقى ما ياخدوش زيد، يفضل وقف زي ما هو في مكانه ما يتصرفش فيه، ولو ما كنتش عارف صار ملكا لزيد ياخده يتصرف فيه. واضح. احكام الاوقاف دي والوقفيات دي احكام خاصة بالفقه الاسلامي، ما يعرفهاش اي مجتمع اخر، اللي هي الاوقاف. وقف على زيد مثلا، ان وجد بعد الوقفية فهو من ريع الوقف، يملكه الموقوف عليه اللي هو زيد، وان كان موجودا عند الوقفية فهو من اجزاء الوقف، ويعرف ذلك بقول اهل الخبرة، وما يوجد، ايوه الذي يوجد بالجيم والدال المهملة او بالخاء، وما يؤخذ بالذال المعجمتين، واقتصر الخطيب على الثاني اللي هو يؤخذ، ولعل اختيار له دون الاول لانه لا يلزم من الوجود الاخذ، مع انه لا يندى لا بد منه. يعني وما يوجد من الركاز نقف عليه، وما يوجد من الركاز اللي هي زكاة الركاز، المرة الجاية ان شاء الله يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.